بنسعد دايما بلقاء حضراتكم في فقرات تطبيقية. أكدنا في حلقة سابقة إن المناظير لها من الأهمية اللي خلينا نتناولها بشكل أكثر تفصيلا. في فقرة النهاردة هنتكلم عن الدور الخطير اللي بتلعبه المناظير في نجاح عمليات الحقن المجهري. منشط الفقرة دي بيقول قد يفشل الحقن المجهري بدون اللجوء للمنظار في بعض الحالات. في فقرة هامة عن دور المناظير في حدوث الحمل ندعوكم لمتابعة هذه الفقرة الهامة مع ضيفي في هذه الفقرة والقيمة العلمية والطبية الكبيرة ومن رواد استخدام المناظير دكتور فهمي رمضان استشاري النساء والتوليد واستشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب استشاري المناظير وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة ومدير مستشفى الدكتور فهمي ومدير مركز حواء الطبي. محاور الحلقة دور المناظير في علاج تأخر الحمل ومتى نلجأ للحقن المجهري بعد التشخيص بالمناظير. نورنا يا دكتور مرة تانية. حضرتك بتشرف. أهلا وسهلا. هو النهاردة هيكون الفقرة مخصصة لاستعراض بعض الحالات اللي مهم جدا حضرتك تستفيد وتشرح تشخيصاتها وطرق علاجها الحالات اللي وصلت لنا وعندنا ثلاث حالات. لكن قبل ما ندخل في موضوع الحالات مهم جدا ان احنا نسأل سؤال رئيسي ومهم جدا وهو امتى المنظار ممكن يسبب قلة فشل الحقن المجهري؟ يعني في ناس كتير بتيجي تعمل حقن مجهري وبيفشل مرة اثنين ثلاثة اربعة لغاية سبعة وممكن اكتر ومش عارفين ايه الاسباب. مظبوط. طب ايه دور بقى المنظار انه من اول او تاني مره يبين السبب وممكن يتم العلاج ايضا بالمنظار؟ اتفضل. بشكر حضرتك مره تانيه. بنقول ان نسبه الحقن المجهري بدات تتزايد الفتره دي نتيجه برضو تزايد نسبه عدم الحمل التلقائي فبنضطر للحقن المجهري. الحقن المجهري ليه بروتوكول لو تم اتباعه هيبقى نسبة نجاحنا عالية جدا. مع البعض جايز بيبقى فيه تسرع شوية ما بياخدش باله لسبب أو لآخر ما تعملش بعض الفحوصات اللازمة قبل إجراء الحقن المجهري فبالتالي بيبقى فيه نسبة فشل أعلى نسبيا. بنقول إن لو احنا خدنا الرحم وصورنا الرحم كأنه كمتراية، الكمتراية دي مجوفة من الداخل، التجويف ده مبطن بغشاء أو بطند الرحم بنسميها. ده لو ما تمش البحث باستفاضة في هذا التجويف قبل ما نجري عملية الحقن المجهري ممكن قوي نخش في فشل الحقن المجهري. يعني ايه في بعض الحالات هنا الصوره اللي قدام مننا ده منظر الرحم واليمين وشمال دي الانبوبتين ومنظر المبيض برضو يمين وشمال. الرحم بيبدا من تحت بالعنق بتاعه وبعدين بعد كده التجويف الداخلي. لو احنا كان في لا قدر الله لو في زايده لحميه داخل تجويف عنق الرحم ممكن ما تديش اي اعراض في بعض الحالات. بس تشخص بالمنظار؟ تشخص بالمنظار ممكن. لو السونار رباعي الابعاد ممكن يقول لي لو في حاجه غير عاديه. برضو لو في التصاقات داخل تجويف الرحم برضو نفس القصه، يعني سيان وجود التصاقات او وجود اورام ليفيه او تليفات او زايده لحميه ده كله معناه واحد لو ما تمش اكتشافه او مراجعته عن طريق منظار الرحم هيبقى برضو ده هيسبب لعدم نجاح الحقن المجهري. وبرده كان في منظار كده كان في فيديو صغير عن موضوع الزايده اللحميه لو يا ريت يتبص عليه. هو احنا بنقول هو مش روتين ولكن الافضل بالنسبه لاجراء الحقن المجهري خصوصا في الحالات اللي هي تم فشلها مره واتنين ان احنا نبدا نخش بمنظار الفيديو. هنا هنبص على الفيديو. هنا ده منظار الرحم، احنا قلنا هو زي كشف النساء عادي خالص بيتم في العمليات. هنا المنظر الغريب اللي احنا شايفينه ده دي زايده لحميه موجوده. دي طبعا ودي ورد قوي انها تبدا تعمل لي فشل للحقن المجهري لو احنا تناسيناها او ما شفناهاش او ما دخلناش بعلاج ليها. بنخش بكي قالت كي بسيطه خالص ده بنسميه منظار رحم جراحي. بنخش ونبدا نشيل القصه الصغيره دي وتبقى الامور مختلفه خالص. هل دي ممكن
ممكن احنا نلجأ او نسيب فرصة في بعض الحالات للحمل التلقائي وارد، لو انا كل البارامترز عندي ان الزوج كويس والزوجة ما كانش فيها مشاكل خالص وتم اكتشاف الجزئية دي، ممكن اسيب سي مثلا 3 شهور او حاجة للحمل التلقائي بين الزوج والزوجة. فبالتالي اذا هنا ممكن المنظار الرحمي ممكن نحود من الحمل المجهري لادي فرصة للحمل الطبيعي، الطبيعي لو انا كل البارامترز كويسة، يعني ما فيش يعني بعد ما شخصنا بالمنظار انه ما فيش ما يعوق ما عنديش مشاكل بالنسبه ما عنديش مشاكل فرصة. بالنسبه للزوج حياته كويسه، ادي له فرصه، ممكن التبييض عندي بشكل جيد ما عنديش مشكله برضه ندي فرصه في بعض الحالات. ده المنظر بتاع قلنا بتاع الزائده اللحميه والمنظار الرحم، واتشالت بسهوله طبعا اتشالت بسهوله، وطبعا دي كانت ممكن تعمل مشاكل كتيره جدا. كانت ممكن برضو بعد المجهود اللي بيتاخد في موضوع الحمل المجهري والتكلفه الماديه والمعاناه النفسيه ومفيش نتائج، ممكن تكون حاجه صغيره بسيطه زي كده ممكن تعطلنا كتير. وايه وما يكتشفوهاش وما يلجاوش للمنظار اللي هو شخصها ممكن في عيني يعملوا مره واثنين وثلاثه وسبعه حمل مجهري ومش عارفين. عشان كده بنقول برضو من لو نمشي سيستماتيك او نمشي بشكل كلاسيك او نمشي بشكل مرتب هتلاقي فيه كتير جدا نسب النجاح اتحسنت بشكل واضح قوي نتيجه بعض المشاكل اللي في السكه ممكن نقابلها وممكن نحلها. طيب برضو هناخد كان في برضو المنظار الرحمي تاني بيوري برضو الالتصاقات الموجوده. التصاقات ايه بقى؟ التصاقات برضو تجويف الرحم، تجويف الرحم. كل ده احنا بنتكلم داخل تجويف الرحم. اهو الفيديو موجود، ادي المنظر اهو بالنسبه لنا. معنى التجويف، معنى الالتصاق داخل التجويف يعني ايه؟ يعني قلل الحيز اللي بيرمو فيه الجنين، فبالتالي مش هيديني فرصه ان انا ابدا ان انا لو زرع جنين مش هيدي فرصه ان هو يبدا ينمو ويبدا ينزرع بشكل جيد ويبدا ان هو يكمل ويديني نسبه حمل كويسه. هنا برضو بنخش بآله كي بسيطه بنبدا نفك هذه الالتصاقات الموجوده بحيث يديني حيز اكبر لتجويف الرحم، فبالتالي بيبقى نتائجي احسن وظروفي احسن. هنا انا الابيض ده معناه ان في تليفات موجوده عن طريق مقص متوصل بالكي. ده المنظار رحمي. احنا كده جوه الاوضه اللي احنا بيحط فيها الاجنه. والموضوع سهل يا دكتور؟ الموضوع طبعا هو مش حضر ان هو يعني الدنيا يعني سهله قوي، انما يعني محتاج برضو خبره في التعامل. انك انت التجويف صغير جدا، اي تعدي او اي لو خرجنا عن حدودنا بنخش على تجويف البطن، فبالتالي الامور مش بسيطه. يعني قصدي لو تم التاخر في هذا العرض، قصدي حضرتك لو احنا شغالين ما خدناش بالنا بشكل جيد وكان في زميل تاني موجود بعدسه تانيه عن طريق البطن، بحيث يبقى اتنين شغالين مش واحد شغال فقط. انا شغال جوه تجويف الرحم اللي هي حدودي، لو تعديت حدودي هخش على تجويف البطن وعلى مشاكل تانيه. قصدي الموضوع ما هوش بالبساطه اللي هي، انما محتاج مهاره. لا شك وفي زميل تاني شغالين فريق، ما فيش واحد شغال لوحده. فريق واحد عن طريق البطن بيلاحظ الدنيا اخبارها ايه، واحد عن طريق تجويف الرحم بيبدا ان هو يشيل كل الالتصاقات الموجوده بحيث يبقى عندنا نتائج احسن وظروفنا احسن ان شاء الله. ده جميل. طب ده بالنسبه لتجويف الرحم. ده بالنسبه لتجويف الرحم بيشخصها المنظار وبيعملها المنظار كمان منزار. فبيوزيل الاسباب اللي بتعوق الحمل بشكل جميل طبيعي. بدل ما يبتدوا حقن مجهري مره واثنين وعشره. طب ايه تاني ليه علاقه بمشاكل بتحدث بتعوق الحقن المجهري خارج تجويف الرحم؟ برضو لو احنا هيك خارج التجويف عندي واضح قوي هيكون عندي الانبوبتين ويكون عندي المبايض. ده الجزء اللي هو لو هنرجع للصوره الثانيه، الصوره الاولانيه لو انا بره حيز الرحم عندي انبوبه يمين وانبوبه شمال وعندي مبيضين اللي هي قناه فالوب. المنظر ده كده عندي لو انا عندي الانبوبه فيها التهابات او منتفخه ببعض السوائل الموجوده، وارد قوي ان هذه السوائل تبدا تنزل من الانبوبه لتجويف الرحم، فبالتالي بتخلي الميديا او بتخلي الوسط بتاع تجويف الرحم غير مناسب لانزراع الاجنه، فبالتالي بيؤدي الى فشل، سيان بقى كان الحمل يحصل تلقائي او كان الحمل مساعد عن طريق حمل مجهري. اذا بس انا عندي التربه مش مناسبه ان ينزرع فيها الجنين ويبدا ينمو معايا، فبالتالي ده مهم جدا. ممكن برضه عن طريق سونار رباعي الابعاد يتشخص عن طريق الاشعه بالصبغه نشوف في انتفاخات في الانبوبه او المنظار برضه في نفس الوقت. قصدي بقول لحضرتك ان احنا ده الترتيبات الاوليه اللي ممكن تتم، ولكن التدخل عن طريق المنظار. انما في اكتر من تكنيك للتشخيص. اكتر من تكنيك للتشخيص، ولكن طبعا الفيصل احنا نخش عن طريق منظار البطن ونبدا ان احنا نعمل قفل هذه الانابيب بحيث ان هي تمنع المواد الصليديه او المواد الملتهبه تبدا تنزل في تجويف الرحم وتبدا تعوق نمو الاجنه.
تمام. وده مهم جدا بالنسبه. وبرده كان في منظار بكده لو هو متاح برده نبص عليه. ده فيديو؟ فيديو صغير. فيديو صغير بي موجود. بيتكلم عن ايه الفيديو ده؟ فيديو برده ان احنا ازاي هنقفل الانبوبه بتاعه اللي هي الملتهبه. بالتالي هنا المنظر ده عندي انبوبه ملتهبه موجوده تتشخص برده. برضه عن طريق دايسيرمي عن طريق الكي بنبدا ان احنا نخش بين اتصال الانبوبه بالرحم. تبدا ان احنا نبدا نعزلها بالتدريج واحده واحده. ده اللي بيتم برضه ده بيتم في دقائق بسيطه ما بياخدش وقت ولكن برضه محتاج حذر. طبعا دقائق بحيث ان احنا نبدا نمنع نزول اي مواد صلبيه على تجويف الرحم بحيث يبقى احنا بدي فرصه احسن للتربه اللي هي بطانه الرحم تبقى مناسبه لانزراع الاجنه بالنسبه لنا. طيب يبقى احنا هنا احنا بنوجه رساله سريعه كده للساده المشاهدين اللي بيشوفوا هذه الفقره الهامه. يا جماعه ليه ما نشخصش صح؟ ما ننتظرش وندي وقتنا وناخد التدريج الطبيعي في الوقت والتشخيص قبل ما ندخل في مشاكل احنا في غنى عنها. قبل ما ندخل في الحقن المجهري نشخص نشوف يمكن احنا عندنا عوائق تخلي يبقى في حمل طبيعي بدون حقن مجهري. ممكن يكون في عوائق بتعوق اساسا الحقن المجهري زي ما ذكر الدكتور. طيب نبدا بقى في الحالات اللي عندنا وهم ثلاث حالات. الحاله الاولى بتقول عندي 30 سنه متزوجه من 3 سنوات وما حصلش حمل، عملت تحاليل هرمونات التبويض، خدت منشطات اكتر من مره، عملت اشعه بالصبغه والانابيب سليمه، زوجي كمان حلل سائل منوي التحليل كويس، لكن عندي ورم ليفي. على فكره الناس كتير بتشتكي من الموضوع ده. حجمه 8 سنتي في 8 سنتي على جدار الرحم. بالنسبه للدوره هي منتظمه، كميه نزولها عاديه لكن بتكون مؤلمه، دايما عندي تقل واحتقان في الحوض. كنت عايزه استفسر من حضرتك هينفع استئصال هذا الورم الليفي بمنظار رحمي بالنسبه لحجم الورم؟ هينفع اصلا نتدخل جراحيا ولا داخلين في جراحه بطن؟ حاضر. احنا برضو كنا جايبين صوره بتقول الاورام اللي فيها بالنسبه للرحم ومكان كل ورم ومدى مشاكله. برضو لو متاح نبص على الصوره. حتى احنا قلنا لو شبهنا ان الرحم عباره عن كمتريه مجوفه، لو في اي ورم صغير موجود داخل هذا التجويف ده يعوق ويعمل لي مشاكل. لو في ورم صغير وليكن سنتي حتى لو سنتي دي 8 سنتي 8 سنتي ده قصه ثانيه. بس هو فاني حته موجود فين ممكن يكون مكانه ما يهمنيش قوي. انا بس سنتي في سنتي دوت ممكن قوي لو تجويف داخل تجويف الرحم يعمل لي مشكله. وارد يعمل لي نس متقاطع مع بعض الحالات، وارد يعمل لي طب هو ده يعتبر مؤشر خطوره اللي هو مش خطوره؟ سنتي في 8 لا سنتي 8 مش ورم ليف يا دكتور. بس هو حك حسب مكانه. 8 ده هلاقيه اما حليف لحميه الرحم نفسها في اللحميه نفسها، يا اما هلاقيه داخل خارج جدار الرحم. خارج الجدار مش هيهمني قوي الا اذا كنت انا ما عنديش مشاكل خالص وعندي عدم حمل غير مفسر السبب وما عنديش الورم اللي في ده. طيب هضطر اتدخل. معلش انا بس برضو عشان في ناس كتيره اكيد هتسال نفس الاسئله انا عايز اسالها لحضرتك وهي بتتفرج علينا دلوقتي. فضل. ايه اعراضه؟ يعني اكيد مش هتروح صدفه وتعمل يعني فحص او تشخيص بالمنظار او بغيره. هل التقل والام الدوره والاعراض اللي ذكرتها دي تعتبر مقدمه لهذا الورم؟ كتير من الاورام اللي فيها بتكتشف بالصدفه. ممكن يكتشفها دكتور البطن اكتر من دكتور النساء. ممكن الست تشتكي باعراض يعني تروح دكتور البطن الاول معايا. امتى بتروح للنساء؟ لو كان في مشاكل في الدوره، لو كان في سيان نزيف متقطع معاها او مشاكل في الدوره او طبعا تاخر حمل. التقل والكلام ده يسبب الورم اللي في معاكي ويسبب حاجات تانية. انما هي لو هنتكلم على الحاله دي ان احنا عندي ورم 8 سنتي. ورم 8 سنتي لو متصل باللحميه الرحم غالبا هتشتكي بنسف وتقل والوجع والكلام ده. انما هو غالبا هو متصل بالجدار الخارجي فده مش هيهمني كتير الا اذا كان انا كل البارامترز عندي كويسه والست دي ما بتحبلش تلقائي، فبالتالي هبدا ان انا اخش اشيل هذا الورم اللي ممكن يكون ليه اعراض ثانيه. وليكن ممكن يكون ضغط لو هو في اتجاهه مع المثانة، ممكن يكون ضغط على المثانة بيخلي فيه تكرار في البول، فبالتالي مش هيتتحسن الست الا اذا كان شلنا الورم اللي فيه. يعني قصدي حاجه 8 سم ده ورم مش صغير، ولكن هو لو موجود في الجدار الخارجي بتاع الرحم ممكن ما اهتمش بيه قوي الا اذا كان مرتبط بعدم حمل. طب ملوش علاج دوائي يا دكتور؟
ممكن يدي بعض الادويه اللي بتوقف نشاطه او بتقلل حجمه، ولكن لو انا وقفت الدواء هيرجع الحجم تاني بعد كده. فما عنديش دواء مباشر هنا الا اذا كان ان احنا نخش نشيل هذا الورم، ده الانسب طبعا. طيب نخش نشيل هذا الورم، احنا محتاجين تدخل بقى منظار على طول، رحمي ولا حسب بطني؟ حسب مكان، حسب مكان، حسب مكان. لو هو لو طبعا 8 سم ده هي الحاله دي بتقول ان هو ما عنديش اعراض نزيف داخلي والكلام، نزيف متقطع او حاجه، ده متصل بالتجويف الخارجي للرحم، ممكن اخش نشيله بمنظار بطني يتشال، مفيش مشكله خالص. مش منظار رحم، مش منظار رحم، رحم ملوش علاقه بالقصه. تمام، ان هو بعيد عن التجويف. طيب هل من المتوقع بعد ان يزال هذا الورم خلاص يحدث حمل بشكل طبيعي؟ وارد طبعا ان يبدا نخش تبقى الاحتقان بتاع الحوض يقل، معنى كده ان عندي حركه الانبوبه قد تكون احسن، قد يكون الوسط الوسط بتاع الحوض نفسه قد انسب بالنسبه لانتقال البويضه، فبالتالي وارد يحصل حمله القبل. ممكن نشيل ورم الليفي وندي فرصه، او لو حصل تعطيل في الحمل ممكن ندخل بقى بطرق مساعده في لحدوث الحمل. طيب في مده قد ايه لو تم ازاله هذا الورم؟ والله بين 3 شهور 6 شهور علشان يستنوا، لان في ناس ما بتستناش. يا دكتور والله بصي، ما هو برضه بقى اسبوعين بعد ازاله الورم اللي في الحلقه. ما هو برضه حكي لو واحده قرب الاربعينات انا هقول لها تستني ايه؟ انا مش هقدر اقول لها تستني، انا بس في واحده مثلا في العشرينات دي سنها صغير. شهور، 5 شهور مش مده كبيره. بين 3 شهور 6 شهور ندي فرصه احتمال الامور تتحسن، ما كانش احنا يبقى جاهزين بالطريقه اللي هنشتغل بيها. تمام. طيب اذا كان في اسباب اخرى بتعيق الحمل غير موضوع الورم الليفي، حضرتك بقى ساعتها هتاخد قرار بالحقن الجاري؟ افرضي حضرتك ان الزوج نفسه عنده حاد منويه قليله، فبالتالي لو سبته 3 شهور 6 شهور سنه سنتين النتيجه واحده، فبالتالي بقى انا ما ضيعش وقته. انا بتكلم لو كل الامور كويسه وكان عندي المشكله دي فقط، احنا شلنا المشكله دي، ادي فرصه، ادي فيني حته في السن الصغير، الزوج الكويس معايا، التبويض عندي كويس، ادي فرصه. ما كانش في مشكله في تبويض، في مشكله في الزوج، لا ابدا ادي اساعد بشكل اسرع من كده شويه. طيب في الاخر بقى تنصح الحاله دي بايه؟ طبعًا خطوه طبعا هي عملت الباقي الفحوصات بتاعتها كويسه معقوله. هنقول ان احنا عشان حتى احتقان الحوض هنشيل الورم الليفي، ونراجع اذا كان لو جوزها ما حللش او اذا كان عمل تحليل وبتقول هو كويس، يبقى هنشيل الورم الليفي وندي فرصه شويه بين 3 شهور 6 شهور، حصل حمله القاء خير وبركه ما كانش، بنبدا نراجع حساباتنا بحيث التدخل بشكل فعلي ان احنا ناثر وقتها في الانتصار. طيب هو في سؤال كده سريع بس قبل ما انتقل للحاله الثانيه، حضرتك بتحدد ان ورم ليفي او غير ليفي او على طول من اول التشخيص؟ هو طبعا هو ليه صوره هو ليه صوره كاركترستيك بالسونار بنعرفه، ولكن احنا دايما روتين كده في اوضه العمليات لو قصينا ضفر العيان قصينا ضفره نبعته معمل يتحلل. ده ميديكو ليجل اسبكس عشان نطمن الناس، نطمن الناس والامور واضحه معانا ان ورم ليفي حميد. حميد. انما لو في اي شك او مش شك انت اساسا بتوديه للمعمل، يعني روتين نحدي لازم تحلله عشان تشوف ده ليفي او عيان بالله. ده الاصح حاجه ثانيه، ده الاصح طبعا. طيب الحاله الثانيه بقى بتقول عندي 28 سنه، متزوجه من سنتين ولم انجب، صغيره ايوه صح. كنت بعاني من مشكله هجره بطانه الرحم اللي معروفة بكيس الشوكولاتة. أيه. ورحت للدكتورة عملت لي عملية جراحية وشالت الكيس. أيه. ولكن برضو لم يحدث حمل، فكشفت عند دكتور تاني قال لي حصل انسداد في قناة فالوب اليسرى مكان إجراء العملية، أعمل إيه؟ الحالة بتقول عملت عملية جراحية لإزالة كيس الشوكولاتة ده. هو يعني إيه كيس شوكولاتة وأسباب وجوده؟ هل الجراحة هي الحل الوحيد لإزالة هذا الكيس؟ وممكن استخدام المنظار إزاي في إزالة كيس الشوكولاتة وأهم أعراضه؟ انسداد في قناة فالوب اليسرى، هل ده فعلا بسبب الجراحة ولا في أسباب تانية سببت الانسداد في قناة فالوب؟ هو كيس الشوكولاتة هيرجعنا للموضوع القديم المهم جدا بالنسبة لنا اللي هو بطانة الرحم المهاجرة، واحنا قلناها قبل كده. معلش نشرحها تاني للناس. حاضر. بطانة الرحم المهاجرة معرفة ووعي كافي بهذا الأمر. بطانة الرحم المهاجرة هي بتشكل نسبة مش قليلة بين البنات وبين السيدات معايا، بتشكل برضو ممكن تبقى عائق لعدم حدوث حمل، ممكن بتسبب لي
الام مبرحه مع الدوره وقبل الدوره وبعد الدوره ممكن بتبقى بس مش معنى كده ان اي حد عنده الام في الدوره لا طبعا او قبل الدوره يشك على طول بقى ويقلق لا يعني لا حاجة احنا بالتاريخ المرضي بالدردشه مع العيان بالسونار بالمنظار ده كله بيجتمع معانا ان احنا نبدا نشخص طنط رحم مهاجره. تمام. احنا قلنا طنط رحم مهاجره هو تجويف الرحم عباره عن غشاء بيبطن الرحم لسبب او لاخر انتقل هذا الغشاء ده والانسجه دي انتقلت الى مكان غير المكان المعتاد اللي انها تكون موجوده فيه، فبالتالي بنسميها مهاجره. مهاجره هاجرت من مكانها الاساسي لمكان تاني. وده ممكن يبقى عيب خلقي؟ بيبقى في جزء وراثي شويه، في جزء فاميليال شويه، بعض الاسر فيها منتشره في القصه دي، وبدا ينتشر بشكل الفتره اللي فاتت بشكل مش قليل. لو وبنبقى بنسبه كبيره جدا البطانه المهاجره بتكون داخل المبيض، فبالتالي مع كل دوره مع كل شهر بيبدا يحصل زي ما بيحصل دوره وتبدا تنزل بره من تجويف الرحم، برضه بيحصل دوره داخل المبيض نفسه، بحيث تبدا في بعض الحالات بيتكون كيس صغير، يبدا هذا الكيس يكبر وينمو مع الوقت. ده كيس الشوكولاته؟ ده كيس الشوكولاته، هو عباره عن كيس بتحصل فيه دوره مبيض، بيحصل فيه دوره. الدوره دي بينزل دم عادي، الدم ده بيتغير مع الوقت باللون غامق داكن كده، بيديك اللون الغامق بتاع الشوكولاته في الاخر، عشان كده مصطلح اتفق عليه انه بيسموه تشوكليت سيست او كيس شوكولاته بالبلدي كده. طيب هي راحت وعملت عمليه جراحيه لازاله هذا الكيس، وبس احنا هنا في ملحوظه. انا بدل ما اخش اعمل فتح بطن واقعد اقعد مثلا في العمليات ساعه ساعتين وبعدين اقعد يومين في الثلاث ايام في المستشفى، فاحنا برضو بالنادي ان احنا يا جماعه بعد اذنكم منظار البطن هنا بيبقى اكثر اعلى تقنيه وفي نفس الوقت اكثر دقه في التعامل داخل تجويف البطن. يعني انا عندي تكبير حوالي 16 مره عن العادي، فبالتالي عندي رؤيه واضحه جدا بالنسبه لنا. في نفس الوقت اقدر افصل بين الكيس الشوكولاته دوت اللي انا عايز اشيله وبين انسجه المبيض الحيه. لا انا غالبا لما حد بيخش بيشيل هذا الكيس بيشيل الكيس الشوكولاته ده مع بعض الانسجه الحيه، وده بتسبب خساره كبيره جدا للعيانه. زائد برضو المانيبيوليشنز او الهاندلنج او الالصاقات اللي ممكن تتم نتيجه فتح البطن نسبتها عاليه جدا. فبالتالي احنا بننصح لو لا قدر الله في كيس على المبيض، واتيفر اذا كان كيس شوكولاته او كيس ميه او اي كيس، التداخل بالمنظار البطن في منتهى الاهميه بالنسبه لنا، على الاقل عشان احافظ على خصوبه السيده الموجوده او البنت الموجوده. مثال طيب هي حصل لها كمان بعد عمليه جراحيه انسداد في قناه فالوبيا، ما هو ده حضرتك ده السيكوين العاديه بقى. موضوع فتح البطن وارد قوي طبعا، نسبه حدوث الالصاقات بتبقى عاليه، نسبه حدوث مشكله في انبوبه بتبقى عاليه، نسبه فقد انسجه المبيض الحيه او الكويسه تبقى عاليه، فبالتالي انا قللت خصوبه السيده او البنت في نفس الوقت. فبالتالي بنقول لو سمحتوا التدخل بالمنظار هيبقى اكثر فايده واكثر اقل مشاكل، وفي نفس الوقت وقت قليل، في نفس الوقت انا فتحت حوالي 3 سنتي 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 واكثر امانا واكثر امان. طيب دكتور، هل يعيق انسداد قناه فالوب حدوث الحمل؟ حضرتك انا عندي انبوبتين، والله احنا احيانا بنخش نشيل الانبوبه في بعض الحالات، لو عندي حمله خارج رحم وحصل مشكله في انبوبه، احنا مشكله في انبوبه بنخش نشيلها. انما ما دام عندي انبوبه ثانيه اتاكد انها سليمه، وارد ادي فرصه، وارد. تمام. يعني قصدي بفقدان انبوبه ده انا فقدت نسبه من نسبه حدوث الحمل التلقائي، ولكن دي مش هي دي الاساس بالنسبه لنا، وارد الانبوبه ثانيه تشتغل معايا. طيب اذا في وقت انا هقول الحاله الثالثه سريعا. أموري حضرتك. ولا مفيش وقت يا جماعه؟ في وقت للحاله الثالثه؟ لا مفيش وقت للاسف. طيب بس ده مهم حضرتك انك تستفيد في الحالتين اللي احنا ذكرناهم، لانه في الكثير من الحالات محتاجه تفصيل في التشخيص ومحتاجه تفصيل في العلاج علشان ندي كل حاله حقها، فده مهم جدا. طيب عموما تنصح الحاله الثانيه دي بايه اخيرا؟ لو كنت احنا دردشنا معاها قبل اجراء العمليه كنت هرجوها انها تعمل منظار انسب من فتح البطن. منظار البطن ممكن محتاج تقنيه او سكيل عالي من الدكتور، ما عندناش مفيش فيها مشكله، انما هي تبدا تبحث عن حد او كانت يعني خلاص قدر الله ما شاء فعل. انما احنا بنقول هي بالنسبه لظروفها دي، ان انا عندي انبوبه واحده، ممكن انا لو عندي كل البارامترز موجوده كويسه ممكن ادي فرصه تلقائيه للحمل الطبيعي ماشي، ما كانش لو هي عندها بطنه رحم مهاجره وارد قوي ان ترجع لي مره ثانيه، فقبل ما ترجع محتاج ان انا ابدا اساعد او اشهل او
اساعد العيانه بشكل سريع شويه ان تبدا نحصل على تبويض جيد بالنسبه لها، ونبدا نخش في في في, في اللي هو الحمل المساعد عن طريق تلقيح صناعي او عن طريق حقن مجهري. تبقى حسب بقى ظروفها وتحليل السائل بتاع جوزها يعني بعد مراجعه الحاله الطبيه بتاعتها. تمام. الحقيقه احنا بنتوجه بكل الشكر للدكتور فهمي رمضان، استشاري النساء والتوليد، واستشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب، واستشاري المناظير، وعضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه، ومدير مستشفى الدكتور فهمي، ومدير مركز حواء الطبي. شكرا يا دكتور على كل هذه المعلومات وعلى هذا التحليل. شكرا. وان شاء الله في وقفتنا الطبيه القادمه ان شاء الله المزيد والمزيد مع حضرتك. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا، ونشوفكم في فقرات طبيب اليوم على خير. Thank you.